الصباح الجميل شوطنا الثاني عشر من اعلنت انطلاقته منذ لحظات. شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الاصايل، كما نذكر بانطلاقه الفتره المسائيه سوف تكون في تمام الساعه الثالثه من بعد ظهر هذا اليوم. انطلاقه ايضا حول وزمول اصحاب السمو الشيوخ، انطلاقه سليمه لهذا الشوط، شوط الختام في هذه الانطلاقات الصباحيه الجميله والرائعه. ننطلق ونسير مع الصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، نتابع المقدمه وارهناك ايضا طماع من اندفع بالصداره وقاد المجموعه بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برائد المكتوم وقياده سعيد بن عبيد الحميري. ننطلق مع المركز الثاني كي ارى العابر من يتسلل مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم النيبي في المتابعه والانطلاق. ثالث التحديات من الجانب الاخر، ارى جوهر من يتسلل مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعه في عمليه التضمير والمتابعه. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، وارى التحديات للمتحد لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود فهد بن طحنون الهاجري من يعلن هذا الانطلاق برابع التحديات. وخامسا ارى التسلل تيار مشاهدينا متابعينا الكرام من يتسلل مع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم. تجارب مشاهدينا متابعينا الكرام من يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم والمكتوم وقيادة حمد بن علي العويسي. نتابع المركز السادس، ننطلق بسادس التحديات كي ارى النشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وقيادة مطر بن سيب اللاحج مع المركز السابع وثامنا القدوم والتحديات في هذه اللحظات للعابر لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم او شاهين. مشاهدينا متابعينا الكرام من ينطلق مع المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسهير بن سالم العامري في المتابعة. ثامن التحديات مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة محمد بن سعيد بن حلوة أو محمد بن سعيد بن مروشد عفوا من يتابع انطلاقة مليح مع المركز الثامن. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للثمان المراكز الأولى المشاركة والمنطلقة بهذه التحديات الجميلة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحدي والانطلاق الواضح، وأرهناك أيضا اللي قاد المجموعة. نتابع طماع اللي انطلق بناموسي هذا الشوط، انطلق بالتحدي، انطلق بالإثارة. يا سلام، أداء متميز في هذا الصباح الجميل وانطلاق رائع في ختام هذه الأشواط. طماع على الصدارة وهو يطمع بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. يليه العابر مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن سالم الينيبي. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث كي أرى المتحد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وقيادة فهد من طحنون الهاجري. نتابع المركز الرابع والتحديات لشاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسهيل بن سالم العامري من يتابع هذا الانطلاق. خامس التحديات جوهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وقيادة مطر بن محمد بالضبيعة. ومع المركز السادس من الجانب الآخر أرى هناك نشوان ياتي سادسا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقيادة مطر بن سيب اللاحج. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى تجارب
لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم والمكتوم وقيادة حمد بن علي العويسي. نتابع المركز الثامن بهذا التحدي، نتابع مليح من ينطلق مع المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. من يعلن هذا الانطلاق مع المركز الثامن؟ هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، الانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحدي، الكوكب الثنائية على الصدارة على المقدمة، ونتابع العابر، نتابع العابر، عبر الجميع، انطلق بناموس هذا الشوط وبالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وقيادة سعيد بن سالم الينيبي. من يتابع انطلاقة العابر، من يتابع العابر مع هذا الانطلاق المتجدد الطماع مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. نتابع المركز الثالث، أرى التسلل المتحد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وفهد بن طحنون الهاجري. من يتابع انطلاقة المتحد مع المركز الثالث. رابعا القدوم لنشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومطر بن سيب اللاحج في المتابعة والانطلاق برابع التحديات. خامسا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري. من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز الخامس. سادس التحديات تجارب لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي في متابعة وانطلاقة تجارب مع المركز السابز والمركز السابع عفوا ومع المركز الثامن. أرى التحديات المليح، أرى مليح ينطلق مع المركز الثامن بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. من يتابع انطلاقة مليح مع المركز الثامن، ولكن بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. يا سلام، لوحة الإعلان، لوحة التذكير غادرناها، 1200 ما تبقى عن خط النهاية. نتابع الصدارة والعابر العابر العابر، من يقود المجموعة عبر الجميع بهذه الانطلاقات، يعبر الأمتار مترا تلو الآخر، يشق طريقه إلى التحدي، إلى الانتصار، إلى الناموس. العابر على الصدارة، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر العابر وقيادة سعيد بن سالم الينيبي. أبو أحمد يتابع هذا الانطلاق، هذا الاندفاع. نتابع المركز الثاني، ننطلق مع المركز الثاني. كي أرى طماع من يتسلل مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث المتحد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وفهد بن طحنون الهاجري. من يتابع انطلاقة المتحد نشوان ياتي رابعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادة مطر بن سيب اللاحج. ننطلق مع المركز الخامس. كي أرى شاهين ياتي خامسا لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في المتابعة، ولكن نعود مع الصدارة مع 500 متر النهائية. نتابع العابر اللي انفرد بناموسي هذا الشوط. بعد المسافة رقص في اللحظات الأخيرة، انطلق بناموسي هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الأداء المتميز، على هذا الفوز والعرض الجميل اللي قدمه العابر ينفرد بناموسي هذا الشوط. تهاني لسعيد بن سالم الينيبي، مشكور ابو احمد مع الاداء المتميز اللي قدمه العابر لحظات وصوله الى خط النهايه. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز العابر بالمركز الاول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث المتحد لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي. المركز الخامس يصل فيه مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول العابر الى خط النهايه. بعدما عبر خط النهايه يقطع مسافه 6 كيلومترات في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق 56 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني موصولة لسعيد بن سالم الينيبي. نشوان يصل
مع المركز الثاني، يقطع مسافة 6 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 10 دقائق. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية، 10 دقائق 3 ثواني و7. الزاوية الثانية، التهاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لمطرب السيب اللاحج واللي وصل مع المركز الثالث. المتحد يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، التهاني موصولة لفهد بن طحنون الهاجري. كما نذكر مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الأفضل والأجمل.